وقال وكيل مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن شؤون آسيا والباسيفيك أبراهام دنمارك يوم الثلاثاء إن على تايوان زيارة الانفاق على الدفاع في مواجهة التهديدات البر الرئيسي. ردا على ذلك، حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على التماسك بمبدأ الصين واحدة. شددت الصين مرارا على موقفها الواضح أن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأكدت أنه إذا شهد المبدأ أي نوع من العطل أو العرقلة فلا يمكن أن تستمر العلاقات السليمة بين الطرفين. سيتوقف التعاون الثنائي في المجالات الرئيسية. فيما يتعلق بموضوع مواجهة تايوان للتهديد، تعرض الصين أي نوع من الزيارات الرسمية والتعاون العسكري بينها وبين تايوان. نحث الطرف الأمريكي على الوفاء بالتزاماته بسياسة صين واحدة ومبادئ البيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأمريكية والتعامل بشكل صحيح مع الشؤون المتعددة تايوان من أجل تجنب قطع العلاقات الثنائية غير الضروري.